شرحنا الجزئية الأولى وترك الخصومات دي شرحناه، وبقي لنا والجلوس مع أصحاب الأهواء، والجلوس مع أصحاب الأهواء يعني وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، هذا أيضا من أصول مذهب أهل السنة والجماعة، ترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. وأصحاب الأهواء هم أهل البدع، أصحاب الأهواء هم أهل البدع، وسموا بأصحاب الأهواء يعني سمي أهل البدع بأصحاب الأهواء للحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: افترقت اليهود إلى 71 فرقة في الأهواء، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، فواحدة في الجنة و71 في النار، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة في الأهواء. للرواية دي يا جماعة، لرواية في الأهواء، فهمتوا الشاهد وين؟ لأنه في رواية ما فيها كلمة في الأهواء. وستفترق أمتي إلى 73 فرقة في الأهواء، فواحدة في الجنة و72 في النار. قيل: من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. ما معنى في الأهواء؟ وستفترق أمتي إلى 73 فرقة في الأهواء، يعني بسبب الأهواء. الذي فرق الأمة هو الهوى. قال: و72 في النار، واحدة في الجنة و72 في النار بسبب الأهواء. ولذلك قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، يعني الهوى هو الذي يؤدي إلى الضلال ويؤدي إلى البدعة. ولذلك سمى أهل السنة والجماعة أهل البدعة بأصحاب الأهواء، لأن السبب في ضلال أهل البدع ووقوعهم في البدع هو الأهواء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: في الأهواء، يعني بسبب الأهواء. طيب، الدليل على ترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، تكلمنا طبعا في الدرس السابق عن ترك الخصومات. طيب، الدليل على أن ترك الجلوس مع أصحاب الأهواء من أصول أهل السنة والجماعة قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. طيب، الآية دي ربنا قال: وقد نزل عليكم في الكتاب، ياتوا كتاب، ياتوا كتاب، الآية دي بتخاطب المسلمين. طيب، يبقى الكتاب المقصود شنو؟ القرآن. يبقى في آية ثانية ربنا نزلها أشار الله إليها في هذه الآية، صح ولا ما صح؟ ما ربنا قال: وقد نزل عليكم في الكتاب، يبقى في آية قبل دي تتكلم عن نفس الموضوع ده، ترك الجلوس والقعاد مع أصحاب الأهواء وأصحاب الكفر وأصحاب النفاق. ياتوا آية، مين يعرفها؟ وإذا دي من سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب. الآية ربنا سبحانه وتعالى أنزلها في الكتاب هي التي في سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهنا قال: وقد نزل عليكم في الكتاب، ديك الآية ديك، وربنا يذكرهم بآية ثانية دي بتاعت النساء بأنه في آية ثانية زيها قبل دي في الأنعام. وده من أقوى الأدلة إنه القرآن يفسر بعضه بعضه بعضه.
ربنا قال لنا نزلت عليكم في القرآن آية بنفس الموضوع ده لكن قبل دي نزلت، معناته القرآن يفسر بعضه بعضا. لو زول قال لك الدليل على أن القرآن يفسر بعضه بعضا تجيب شنو؟ الآيتين دي تشرعهم. طيب الآيتين بيتكلموا عن شنو؟ دي قالت وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إن الله إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. طيب شيخ الإسلام ابن تيمية قال الآية دي دليل على ترك الجلوس مع أهل البدع، لأن ربنا قال إذا جلست معهم وهم بيستهزئوا بآيات الله ويكفروا بآيات الله أنت معهم بقيت معهم. عشان كده يا جماعة أي إنسان يماشي إنسان ويخالله فهو على دينه وإن لم يصرح بذلك، دي قاعدة وخدوها. أي إنسان بيماشي له إنسان من الناس أو جماعة من الناس ويصادقهم ويجالسهم فهو على دينهم وإن لم يصرح بذلك. الليلة في ناس كتار الواحد يقول لك ياخذ منهج شنو احنا ما عارفين صح ولا ما صح، زي واحد بيجي اسمه عبد الله مين كذا بعرف. طيب ده ماشي مع ناس منو؟ ماشي مع الحزبين، خلاص هو حزبي هو حزبي. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والسلف يا جماعة قالوا من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا إلفته. في ناس ما بتعرف لهم بدعة بيدسوا البدعة بتاعتهم، لكن قالوا السلف قالوا في حاجة واحدة ما يقدر يدسوا أبدا وهي المصاحبة والمجالسة والإلفة. ولذلك قال السلف الصالح أيضا رحمهم الله يتكاتم أهل الأهواء كل شيء من بدع ممكن يدسوها إلا الصحبة إلا الصحبة. عشان كده يوم من الجهل المركب إنه واحد يخفى حاله من بدعه اللي بيقوله بلسانه لكن ماشي مع ناس منه معروف. من الجهل إنه بعض إخواننا يقول لك والله ده ما ظهر له بدعة يا ناس وماشي مع منه، أنت مش شايفه ماشي مع منه؟ ماشي مع أهل أنصار السنة وأنصار السنة، ماشي مع التجانية وتجاني، ماشي مع السمانية وشنو؟ سماني. وأيضا من الجهل المركب إنه زول ماشي مع أهل البدع تب يجالسهم ويفطر معاهم ويتعشى معاهم وطالع معاهم ونازل معاهم والليلة معاهم وبكرة معاهم وكله معاهم، يمشوا ناس من أخواننا يقول لك نحن والله ما جبنا له بدع ماشيين ننصعه أول ونعرف ذاته أنت مبتدع تكلمنا هو ولا ما مبتدع. أنا أول مرة من الله خلقني غير ما لقاني زول بقول للناس هوي أنا مبتدع أنا ضال، لقاكم كلام زي ده يا ناس ما في كلام زي ده. وده سبب الضلال ذاته لكثير من الناس اللي كانوا مع اخواننا ذاته. زول الله تب اركب يقول لك نحن ماشيين نسهل ويجيك راجع يقول لك والله قال لنا انا ما ضال، وبيقول بيقول انا ضال او قال لنا انا ما كذاب ضربنا ليه والله سالنا قال انا ما كذاب. يا ناس بيقول بيقول انا كذاب كده بس يتذكر كده من امك ولدتك، هل لقاك زول قال انا كذاب الا كان راسه ده ما كويس او زول اهبل او زول سفيه، لكن زول عاقل يقول لك انا كذاب او انا سروري او انا ضال او انا تكفيري، لقاهم كلام زي ده؟ ما في كلام زي ده. طيب فزول انتبه، السلف ما كان بيسووا زي ده. في بعض اخواننا عندهم وهم، الواحد يكون ضل وثبت انه ضال يقول لك لا 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 بد نركب نمشي له ويعترف انه هو ضال، ما بيعترف بالكلام ده. السلف كان عندهم قواعد عامه، زول ظهر على بدعه يشوفوا البدعه دي بتبدع ولا بتبدع، وهي نوعان كما قال الشيخ ربيع. النوع الأول قال بدع ظاهرة كبدعة الخوارج، تقول كفر الحكام يأمر بالخروج على الحكام، كبدعة القدر يتكلم في القدر إنسان يكفر المجتمع يدعو إلى التفجيرات ده بدعة شنو يا جماعة؟ ظاهرة.
بدعة ظاهرة، ده مبتدع عينا، ولا يشترط أن تقام عليه الحجة. النوع الثاني من البدع بدعة خفية، بدعة في مسألة دقيقة خفية، قال هذه التي يشترط فيها إقامة شنو يا جماعة؟ الحجة. وباب إقامة الحجة في التبديع والتكفير بيختلف في أمور يا جماعة، بيختلف في أمور، بيختلف في أمور زي ما قال الشيخ العزيز. فموضوع التبديع نوعان، البدعة ذاتها نوعان، بدعة ظاهرة دي ما بيشترط فيها يا جماعة إقامة الحجة، مبتدع طوالي ماشي مع أهل البدع غيره، ده مبتدع ويجالسهم ويمازحهم، ده معاهم ده مبتدع. عشان كده قالوا عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه إن القرين بالمقارن يقتدي. وإذا قلنا أي ذول ماشي مع أهل البدع لابد نمشي عليه ونسأله أنت مبتدع ولا مبتدع، معناته ما في مبتدع. البرهي في ذول مشي عليه، أنتم قاعدين قدامي دي كدعاة كلكم دعاة، في ذول مشي عليه أقمت عليه حجة؟ طيب كيف مبتدع يا جماعة؟ يمكن الكتب دي ما حقت. ما كده إنسان ماشي مع طائفة معينة، وحتى لو ما صرح بعقائدهم بالمناسبة، بس ماشي مع طائفة معينة مبتدعة، يجالسهم ويمازعهم ويدخل معاهم ويخرج معاهم ويجلس معاهم، فهو شنو يا جماعة؟ منهم. وإنتوا قاعدين تقولوا الكلام ده كلكم الآن، بتلقى زول أنت ما سمعت منه بدعة كده بيخشمه نطق بيها، لكن تلقاه مثلا جالس مع الكيزان طوالي شال الملفات بتاعته مداخل ونازل، ده شنو؟ لو سألوك بالله عليك، لو سألوك قال لك ده شنو بتقول ده شنو؟ بتقول كوز في الجامعة، بتلقى زول واقف مع شنو؟ مع الشيوعيين في الركن، وهداك في الانتخابات واقف معاهم، وهداك في البوش لما ياكلوا قاعد معاهم، لما يسألوك بتقول شنو؟ بيقول شيوعي، بيقول لك قد ايش؟ بيقول شفت معاهم طوالي معاهم طوالي معاهم، ده منهج السلف. لكن كونه انه اللي اعترف لك هو والله انا مبتدع وكذا تقبل الله، ما في زول بيقول كلام. طيب قال الشيخ ابن بطة رحمه الله معلقا على حديث من سمع بالدجال فلينأ عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى معه من الشبهات. وده حديث عظيم يستدل به السلف العلماء على ترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، لأنه شوف الدجال الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللي بيسمع به وينأى عنه، يعني يبتعد منه، ينأى يعني يبتعد. ليه؟ قال فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، يجي للدجال وهو شايف الرجل شايف نفسه مؤمن وممكن الدجال ما يفتنه، والرجل شايف إيمانه قوي. النبي عليه الصلاة والسلام قال فما يزال به حتى يتبعه، يعني الدجال في كل شبهات، والرجل اللي عامل فيها مؤمن ده يقوم شنو؟ يتبع الدجال. قال لما يرى معه من الشبهات، عشان كده تترك الجلوس مع أهل الشبهات. قال الشيخ ابن بطة رحمه الله تعالى قال معلقا هذا الإمام، قال هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدق. شو التعليق ده كيف؟ فالله الله معشر المسلمين لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه. ودي حاصلة الليلة يا جماعة، أنا واحد لقيته في السعودية كان سلفي، وكل ما أمشي يركب عربيته بيجيني من القصيم لحد المدينة لحد وين لحد وين ساعات، بيجلس معي وكذا 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 وكذا، وبيحضر لإخواننا وإلى آخره، مطبق السنن نحسب والوقت ده. قلت له يا أخي القصيم دي فيها ناس تكفيرين كتار، ودي معقل التكفيرين، ما كل الناس اللي فيها كعبين لكن فيها تكفيرين كتار، ودي معقل التكفيرين في المملكة أو قد يكون في العالم كله. قلت له أحذر، قال لي أنا والله جبت ما بزول بقدر يضللني. قلت له ده أول ضلال زي ده كده، قلت له ده أول ضلال، لا أنا والله جبت. قلت له هذول أعمل حسابك، بس رجع بقى جالسهم تكفيرين مصريين جايين هنا قاعدين ويناقش فيهم ويناقش فيهم. الليلة بقى من كبار التكفيرين، وبقى لامي في جماعة بيكفروا الألباني نفسه، بيكفروا بن باز رحمه الله تعالى،
مش كمان تكفيرين عديل، ده تكفيرين هوج مرة. شفت كيف؟ فقال الإمام ابن بطة: ولا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه بمجالسة بعض أهل هذه الأهواء. ناس الواحد يقول لك أنا الله لا أقدر عليه، وتلقى ماشي وناقش فيه ومجالس فيه وكذا، فيقول أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال. مش النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن الدجال والحديث، الإمام ابن بطة قال لك أهل البدعة دل أشد فتنة من الدجال. الدجال لما مكتوب بين عينيه شنو؟ كبر بين عينيه، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، حتى الأمي يقرأه الوقت ده بس يكون مؤمن. لكن ما مكتوب بين عينيهم كافر يا جماعة، بالعكس تلقى المبتدع يقيم الليل. مشينا يوم ضنقلة قبل سنوات ودخلنا الساعة تقريبا 2 صباحا قبل سنوات بعيدة، فما لقينا محل نبيت فيه، خشينا مسجد قلنا نبيت هنا مسجد لقينا فاتح، لقينا التبليغين جوا وتار الناس الجد بيغيموا الليل كاو كرم 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 للصبح كله. انا لما خفت والله يعني على اخواننا افتتنوا المنظر ده للصبح ما فيهم زول كده دي خدت له راسه بمخده. فهل البدع الشيطان بيغريهم؟ عشان كده المبتدع ذاته الشيطان لو ما اغراه بكلام زي ده وعبادات زي دي ما بيتمسك ببدعته. بل هذا المبتدع بيشوفك انت ولا ضبان ذاته، لانه صلى للصبح للصباح كرم 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 شغالين. طيب وكان منظر عجيب خلاص، واحدين في الحوش، واحدين تحت الشجر في الجامع، واحدين جوا، واحدين فاتحين المصحف، وناس مجارمه اجرم خلق الله. طيب قال: فانهم اشد فتنه من الدجال. يا جماعه شوفوا كلام السلف ده، اشد فتنه من الدجال، وكلامهم الصق من الجرم كلام اهل البدع، وأحرق للقلوب من اللهب. ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم في مجالسهم. كانوا بيلعنوا منو؟ أهل البدع والهوى. قال أنا جبت ناس كانوا معانا، قال الإمام ابن بطة بيلعنوا يسبوا أهل البدع في مجالسهم، يعني كانوا شديدين على أهل البدع. قال: فجالسوهم على سبيل الإنكار، مجالسوهم عشان داير يضحكوا معاهم والرد عليهم. طيب هل معنى الكلام ده ما رد واناظر وانكر على البدع؟ لا، ترد وتناظر وتنكر، لكن لاحظ هنا قال فجالسوه، يعني مش انكر ورد عليهم وفات، لا لا لا، ده بقى مجالس وقال انا قاعد انكر، لكن بقى شنو؟ بقى قاعد. قال: فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليه. بيقوا شنو؟ بيقوا معهم. والله إذا حاصل كثير، وبالذات يا جماعه مع الحاجات دي وسائل التواصل، يعني ما نقول حرام وسائل التواصل، حسب استخدامك ليه، استخدمته في حرام حرام، في حلال حلال، لكن احنا بنتكلم عن انه شنو؟ استخدام الحرام ده اللي هي مجالسه اهل البدع جوا البدع ده. لو تلقى البتاع صفحته كلها فيها حزبيين، لا قاعد ارد عليهم، وعشية تلقى معاهم من كبارهم بالمجلس. ما تجالسوا ولا تناقش وتناظر ذاته وانت لست اهلا لي المناقشه والمناظره. ثم المناقشه ما معناته انك تكون قاعد، اذا انت ذاته اهل وعالم عديل ما معناته تكون قاعد معاهم. عشان كده نقل القرطبي في تفسيره عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: قيل له يا أمير المؤمنين فلان يجالس شربة الخمر، قال: أجلدوه معهم، الحد معهم، أجلدوا الحد معهم. قالوا: يا أمير المؤمنين إنه يقول أنكر عليه، قال: أجلدوه الحد معه أو به فابدأوا. ليه؟ لأنه الإنكار ما بتقعد، الإنكار ما بتقعد، الإنكار أنت لقيت ناس في منكر. يا جماعة اتقوا الله ده باطل، قال تعالى قال رسول الله فوت، لكن تقعد بعد ما تناقشهم يقول لك كذا فضل الشاي خلاص جيبوا زيدوا سكر بالله، خلاص انت معاهم هتبقى معاهم كمان لبكره. طيب وعن انس رضي الله عنه قال: وقد جاءه رجل فقال له: يا ابا حمزه لقيت قوما يكذبون بالشفاعه وبعذاب القبر. اظنهم دول شعبيين بتاع زمان،
فقال أولئك الكذابون فلا تجالسوا ما تقعد معهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وقال أبو الجوزاء وكان من كبار التابعين لئن يجاورني قردة وخنازير يعني يهجر بيت أو يشتري بيت يكون جاره بجاي قرود وبين خنازير خلاص أحب إلي من أن يجاورني أحد منهم يعني أصحاب الأهواء والبدع. قال يكون بجاي البيت ده كله خنازير وبجاي قرود أخير ما يكون أهل بدع. وقال الفضيل بن عياض لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقد دخل على محمد بن سيرين رجلان من أهل الأهواء فقالا يا أبا بكر نحدثك بحديث. قال عندنا حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لا. قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله. قال لا. ولا بعض الناس الحمد لله إذا ما من أخواننا زمان لما كنا مع أنصار السنة مع الحزبين بيقوا تكفيرين كيف يقول لك ماشيين نصلي مع محمد الكريم في الجريف ونعتكف معه رمضان يا ناس هذول ده منهج باطل تكفيري خارجي يقول لك لا لا بس هنا عارفينه لكن بس الصوت جميل وبعدين الاعتكاف ذاته مهيئ وكده ومكيفات وجداد وغيره بيمشي يعتكف معه والله بيقول الآن من كبار التكفيري واحد منهم من الناس اللي كانوا أنصار السنة كانوا معنا الناظرنا في موضوع داعش لو تذكروا في المرابيع اللي اسمه محمد إنايدة ده بالمناسبة كان معنا كنا مع محمد أبو يزيد كنا محمد أبو يزيد جابوا التكفيري مو جاب واحد تاني ناظر يلا التاني ده كان معنا في الدرشاب وقام معنا بالمناسبة سنين طويلة ونحن كنا من أنصار السنة وكان في أنصار السنة السبب البقى داعش شنو انت قايش بيمشي يعتكف مع محمد عبد الكريم هو محمد أبو يزيد محمد سيد أحمد ومعهم واحد ثالث تعرفهم كويس بحجة إن إحنا عارفين قالوا منهجه لكن قالوا صوته جميل لا يمشي نصلي صوته جميل يمشي يبكوا كده في النهاية طبش واحد مشى الصومال واحد طبش مشى مالي واحد طبش مشى واحد مات قتل المهم طيب قال لا لتقومان عني أو لا أقومن مش كمان ما تقروا علي لا آية لا حديث قال لهم يا تقوموا يا أنا أقوم فخرجا طوالهم طلب فقال بعض القوم يا أبا بكر لمحمد بن سيرين وما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله مثل القرآن يقول القرآن بيحصل شنو قال إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي وده منه محمد بن سيرين ما في واحد الليلة يقول لا لا أنا ما بيحصل لي ومما تقول ما بيحصل لي أصليك بدأ خلاص طيب نقيف لحدينا لا تأخرنا عليكم شويه